وحول هذه الزيارة ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي الكاتب والصحفي محمد الحمادي. أهلا بك سيد محمد في نشرة الثالثة. إذن زيارة مهمة يجريها سمو رئيس دولة الإمارات إلى روسيا، التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين، وسبقتها زيارة أيضا إلى صربيا والتقى خلالها الرئيس الإماراتي بالرئيس الصربي. ما هي دلالات هذه الزيارات؟ نعم، مساء الخير. أولا بلا شك أن هذه الزيارة مهمة جدا، وخصوصا الزيارة التي تمت اليوم واللقاء الذي تم بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس الروسي بوتين. هذه الزيارة تأتي في وقت حساس جدا، وقت صعب جدا في الأزمة الأوكرانية التي أصبحت تداعياتها ليست إقليمية في المنطقة هناك، وإنما تداعياتها تؤثر على العالم بأسرة، وبالتحديد على منطقتنا في الخليج والمنطقة العربية. لذلك في هذه الظروف الحساسة، وأنا زيارة مهمة جدا من أجل خلق نوع من التوافق والوساطة لما يحمل الشيخ محمد بن زايد من علاقات متميزة حقيقة مع الطرف الروسي والطرف الأوكراني. بالتالي أعتقد أن هذه محاولة إماراتية لتحريك الملف والمحاولة إلى وصول إلى تفاهم أو اتفاق أو حوار بين الطرفين. نعم، هي بلا شك يعني زيارة مهمة، والعرب والعالم يرتقبون نتائج هذه الزيارة التي يجريها رئيس دولة الإمارات إلى روسيا الآن. ما هي المخرجات المتوقعة خصوصا فيما يتعلق في موضوع خفض التوترات؟ نعم، من ناحية المبدأ الكل يدرك حقيقة أن الأزمة وصلت لوضع صعب جدا، وربما تصريحات الرئيس الأوكراني منذ يعني قبل فترة حول مسألة أنه لن يقبل بالتفاوض مع روسيا ما دام الرئيس بوتين موجود، كل هذا التصعيد أعتقد ليس في صالح البلدين وليس في صالح المنطقة. لذلك أعتقد فتح باب الحوار والتفاوض بين الطرفين هو الأهم اليوم. يعني النتائج المتوقعة حقيقة تحتاج إلى عمل كثير، تحتاج إلى جهد دولي كبير جدا، وهذه محاولة من دولة الإمارات من أجل تحريك هذا الملف. نحن ندرك حقيقة وللأسف الشديد أن حتى الأمم المتحدة لم تستطع أن تقدم شيء في هذه الأزمة، وبالتالي أنا أعتقد العلاقات الشخصية مع الأطراف التي لها يعني ثقل ولها ثقة بين طرفي النزاع في روسيا وأوكرانيا أعتقد قد تساعد وتساهم في يعني خلينا نقول الجلوس على طاولة الحوار. بكل تأكيد زيارة مهمة لقائد عربي إلى روسيا في هذا الوقت تحديدا. لا شك ننتظر النتائج الإيجابية من هذه الزيارة. من أبو ظبي الكاتب والصحفي محمد الحمادي، شكرا جزيلا لك.